لو بتروح البنك كتير وبتتعامل مع موظفي البنوك هتلاحظ انه بحكم شغلهم جوه البنك اوقات طويلة بيكون ليهم مصطلحاتهم الخاصة، بس احنا ما بنفهمش كلامهم بشكل كبير الا بعد تكرار مشوار البنك اكتر من مرة. علشان كده احنا هنقولك على شوية مفاهيم من قاموس البنوك بيقولوها موظفي البنوك وانت ممكن تبقى مش عارف معناها. بانكير، نبض البنوك. البداية هتكون من أنواع الحسابات المختلفة اللي بتقدمها البنوك، وخلينا نقول لحضرتك مصطلح كل حساب ومعناه إيه. وأول حاجة هي الحساب الجاري، وده حساب عن طريقه بتعمل سحب وإيداع من غير ما يكون فيه أي فوائد على إيداعاتك، زي الحساب اللي بتقبض بيه مرتبك، وممكن تطلع دفتر شيكات على الحساب ده، وممكن كمان يتم فتح الحساب ده للأشخاص الاعتباريين زي الشركات. أما حساب التوفير فده عن طريقه بتقدر تعمل سحب وإيداع براحتك، بس بينزل فايدة على الفلوس اللي موجودة كل سنة، وممكن تنزل كل شهر أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو كل سنة على حسب نوع حساب التوفير، وتقدر تستفسر من البنك عن العائد وبينزل كل قد إيه، والحساب ده ممكن يتفتح للقصر عن طريق الوصي. وفي نوع تاني من الحسابات وهو الحساب الجاري المدين، وده حساب جاري بيتفتح بضمان وديعة أو شهادة استثمار، والميزة الأساسية فيه إن لو الرصيد المتاح في حسابك بيساوي صفر فتقدر تعمل حاجة اسمها السحب على المكشوف، وهي إنك تسحب أي مبلغ المهم ما يكونش يساوي أو أكتر من مبلغ الضمان، وتسدد المبلغ بفايدة وعمولة محددة، وتقدر تسدد دفعة واحدة على عكس القرض اللي لازم تسدده على هيئة أقساط وإلا هتدفع عمولة سداد مبكر. ومن المصطلحات اللي ناس كتير ما تعرفوش رقم الحساب المصرفي الدولي أو الآيبان، وده بديل لرقم الحساب علشان يسهل عليك عمليات تحويل الفلوس من برا مصر ويسرع تنفيذها، وكمان يقلل من الأخطاء اللي كانت بتحصل قبل كده وبسببها بتتأخر عملية التحويل. أما مصطلح نظام سويفت فهو عبارة عن نظام مراسلة عالمي للتعاملات المالية، وبيتم استخدامه من خلال أكتر من 11,000 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم لتحويل الأموال بينها إلكترونيا، لما يميزه من سرعة التنفيذ وحماية المعاملات وقلة التكلفة. وكمان في مصطلح شراء المديونية، وده باختصار معناه إنك ممكن تختار بنك يسدد ديونك اللي عند بنك تاني بيشتري الدين اللي عليك، وده مفيد في حالات كتير زي مثلا لو حبيت تاخد قرض من بنك وانت عليك أقساط في بنك تاني، فبدل ما تبقى بتسدد الأقساط لبنكين البنك الجديد بيشتري الدين اللي عليك علشان تسدد كل حاجة في مكان واحد. ونروح لماكينة الـ POS، ودي ماكينات نقاط البيع اللي عن طريقها بتدفع فاتورتك في أي محل ببطاقات الدفع سواء خصم مباشر أو ائتمان، وبتشتغل بخط أي شركة من الشركات بتاعة الموبايل، ولو أنت صاحب محل ممكن تطلبها من أي بنك. أما مصطلح تصدير الشيك فده معناه انه ممكن ان اللي بيكتب الشيك يعمل سطرين متوازيين في الشيك، وده معناه ان الشيك ده ما ينفعش يتصرف كاش ولازم فلوس الشيك تنزل للمستفيد في حسابه، وكمان الشيك ده لازم يتصرف في اليوم اللي مكتوب على الشيك ما ينفعش قبل كده. وفي كمان تظهير الشيك، وده معناه لو عايز تصرف الشيك اللي معاك في ماكينة الـ ITM هيطلب منك تظهيره، ودي معناها انك تكتب على ظهر الشيك اسمك مرتين لو انت المستفيد من الشيك، وممكن المستفيد يظهر الشيك لشخص تاني ويقدر كل مستفيد يكرر الموضوع ده لعدد لا نهائي من الاشخاص. ونروح بعد كده لمصطلح صندوق الاستثمار، وهو عبارة عن وعاء مالي رأس مال فيه بيتحسب بالملايين وملك لعدد كبير من المستثمرين، وبيديروا متخصصين وخبراء في التداول في البورصة، دورهم انهم يدرسوا كويس الشركات اللي ممكن يستثمروا فيها، وعلى الأساس ده بياخدوا قرارات البيع والشراء مكانك، وده بيقلل عليك مخاطرة التداول بدون خبرة كافية لو انت لسه بتبتدي في مشوار الاستثمار. تحياتي دعاء أبو القاسم، إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.